نحن الآن في منطقة جبالي على الغرب من مدينة تعز، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني بهدف فك الحصار وفك خط الضباب غربي المدينة من خلف الآن حدائق الصالح وجبل هان وأيضا منطقة تلة حنش أو تبة حنش كما يسميها عناصر المقاومة. الآن المدفعية الثقيلة تضرب من جميع الاتجاهات بهدف فك الحصار عن تلك المنطقة التي تظهر في الصورة الآن. تلك هي مصادر النيران التي تطلق الآن في هذه المناطق بهدف كما قلنا نقطة الهنجر وحدائق الصالح التي تظهر خلفنا في هذه اللحظات. المعارك عنيفة هنا في هذه المنطقة، منطقة جبالي والتي تطل على معظم المناطق. هذه التي أمامنا الآن هي حدائق الصالح، بناها الرئيس المخلوع وأسماها باسمه، سيطرت عليها المقاومة الشعبية والجيش الوطني قبل في الساعات الماضية. هناك المواجهات تدور الآن، المقاومة الشعبية والجيش الوطني يستهدفون تلك المواقع وتلك التلال المحيطة بخط الضباب، محاولين فك الحصار منذ الصباح الباكر، والمعارك عنيفة تدور في هذه المناطق. نشاهد الآن عناصر من المقاومة الشعبية والجيش الوطني يتجهون باتجاه الخط الرئيسي، وهو الخط الذي يربط مدينة تعز بالمحافظات الجنوبية، محافظة عدن ومحافظة عدن كما قلنا ومحافظة لحج جنوبي المدينة. الخط سالك كما من محافظة عدن وحتى الآن قصف مدفعي من المقاومة الشعبية على هذه التلال، تلك تلة الخزان ومنطقة جبل هان. هذه التلال، كل التلال هذه مع المقاومة والجيش الوطني، وهم الآن في معارك عنيفة يحاولون التقدم وفك الحصار عن المدينة من الخط الرئيسي الذي يدعى خط الضباب. هذه التلال، القناص الآن يطلقون النار بهذه الاتجاهات. هذه التلال هي هذه تلة حنش أو جبل حنش، حبش، جبل أسود وجبل حبش. الآن طيران التحالف، نسمع صوت طيران التحالف في هذه المنطقة، يبدو أنه يساند. هنا يا نايف، نايف طيران التحالف يبدو أنه قصف مواقع الميليشيات في منطقة في الجبهة الشمالية الغربية. تلك الأدخنة تتصاعد الآن من ذلك المكان، ولا زال الطيران يحلق. أخذ معي هنا أحد عناصر المقاومة في هذه التلال في تلة جبالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صف لنا الوضع الآن. الوضع والله الآن متأزم بشدة الأزمة. الآن قاطعين الخط، ونحن إن شاء الله الآن متحركين لتحرير الخط وفك الحصار عن مدينة تعز. طيب الآن الضرب، نسمع أصوات النيران من هنا. أصوات النيران الآن من اتجاه العدو إلى عندنا، إلى تبة حبش لحدائق الصالح. ضرب بكثافة، وإن شاء الله ندحر العدو في خلال الساعات القادمة القليلة القادمة. أي المناطق التي تسيطرون عليها الآن في هذه اللحظة؟ نسيطر على حديقة صالح وتبة الخزان، والقبال الآن كامل تحت السيطرة تبعنا، والمزارع وقبل هان الآن بقيد السيطرة، الآن تحت السيطرة. طيب الآن طيران التحالف قصف باتجاه تلك المناطق، أي المناطق التي قصفها؟ غراب، مناطق غراب، شارع 60. أيوة شارع 60. شكرا. نواصل كما قلنا هذه الجولة في منطقة الجبالي على الغرب من مدينة تعز، والتي تطل على معظم المناطق. المتجهة تدور في جبل الأسود
يكون هنا عناصر من المقاومة الشعبية والجيش الوطني يتحركون باتجاه فك الخط أو أماكن ما تدور المعارك. يا عيال يا عيال يا عيال يا كفار يا علاء. كما قلنا الآن نسمع طيران التحالف يحلق في المكان، أيضا المواجهات في عدد من الجبهات هنا في منطقة الجبالي، وهي إحدى المناطق المتقدمة من الجبهة الغربية. معظم المعارك تدور الآن في الجبهة الغربية من مدينة تعز، أيضا في الجبهة الشرقية من المدينة. يتحرك الآن مقاتلين من المقاومة الشعبية والجيش الوطني باتجاه الخط الرئيسي الذي يحاولون فك الحصار منه عن مدينة تعز، كما أعلن الناطق باسم الجيش الوطني أنه في الساعات القادمة سيتحرك أو سيتم فك الطريق وفك الحصار عن مدينة تعز من ذلك الاتجاه. عدة محاور تدور فيها المواجهات. المواجهات أصبحت قريبة من الخط الرئيس، وهو خط الضباب، تعز، التربة، عدن، لاحج. هذا الخط الرئيس الذي كما قلنا سيعلن من قبل الجيش الوطني أنه تم فتح هذا الطريق، لكن المواجهات مستمرة. كما نرى الآليات العسكرية التابعة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني تمر من هنا مسرعة لنقل المؤن والطيران التحالف يحلق بعلو منخفض في هذه المناطق. هذا هو جبل هان، وهو المعيق الوحيد. هذا الجبل هو المعيق الوحيد الآن أمام فك الخط الرئيس، خط الضباب، والمواجهات ما زالت مستمرة. لا يستطيع مقاتلو الحوثي الصعود إلى أعلى هذا الجبل نظرا لتمركز أصبح تمركز المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جميع التلال المحيطة بهذا الجبل. لكن تبقى هذا الجبل لأنه هناك الدفاع أو خط دفاعي. نرى الآن المواجهات وتصاعد الأدخنة من الخط الدفاعي الذي هو جبل هان. كما قلنا لهذا الجبل خط دفاعي خلفي، وهو منطقة الربيعي ومنطقة السمن والصابون، أيضا منطقة حذران والخط الرئيس. خلف جبل هان يقع خط الحديدة، تعز غربا وعلى الجنوب الغربي من تلك المناطق، أيضا خط باب المندب. يؤدي الطريق الذي يخرج من هنا من منطقة الربيعي والشارع الخلفي من جبل هان إلى ميناء المخا ومنطقة باب المندب الاستراتيجية. إذا تمت السيطرة على هذه المناطق باستطاعة المقاومة والجيش الوطني التقدم إلى ما أبعد من ذلك. المعارك كما نرى تدور في هذه المنطقة. نحن اتخذنا من منطقة الجبالي لأنها تظهر الجانب الأكبر من المناطق التي تدور فيها المعارك. تشتد الآن المواجهات في ذلك الجانب، كما نسمع الطلقات النارية الكثيفة في تلك المناطق. أيضا تساند المقاومة الشعبية والجيش الوطني كما قلنا هذه التلال التي خلفي جميعها تحت سيطرة المقاومة، تلة جبل أسود وجبل حنش. أيضا نرى الآن ميليشيا الحوثي صالح تضرب باتجاه هذه التلال. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا من منطقة جبالي أو الجبالي على الغرب من مدينة تعز. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.